السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا شباب، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. معكم أخوكم فهد. طبعا اليوم حبيت أنزل لكم تختيم سلسلة كراج الجزء الثاني بعد ما وقفت الجزء الأول. طبعا كنت رافع من زمان ولله الحمد، كان في يعني فيوز أو مشاهدين وصل حق تقريبا 6500 أو أكثر. يعطيكم العافية ما قصرتوا، واعتذر شخصيا عني رفعت الجزء الثاني هذا، اني برفع متاخر لان الجزء كنت رافع من زمان، فاعتذر يا شباب لان اللعبه مسحت عندي لاني فرمت في سجنتي ورديت نزلتها ثاني مره وصلت فيها. وهذه يلا ان شاء الله، بس ان شاء الله يكون الفيديو زين يعجبكم. اول مرحله كوكو بارك، يلا خلنا نبدا. يلا غاسيش نلعب ورزقة، هو بداية يغطي جميع بي تعصيني. هذا شفت له أطول كل سنة يجوني خلاص. ايه شباب، قبل اسبوع تقريبا رفعت الفيديو قلت بحط سلسلة ديفل ماي كراي اذا تعرفونها، بس مشاهدين كانوا شوي يعني ايش رايك منزلها وانزلها؟ اكتبوا اذا بنزلها قولوا بنزلها، ما تبغى كيف. المهم قطيتهم الحين، شوفوا 35 وصلت 36 37 38 اكشفت انا وخلاص. ما في مستوى للأسف، ما في مستوى. اشتغل موسيقى الأخبار هذي مغفرة. قرب من الفوز، صوت 65 65 66 67 68 فزنا فزنا. هذا أول مرحلة خلصنا مية مية. اعتذر ساكت. هذا أول مرحلة خلص ما خيبتي. هذا هو الكاس، خدنا في الجزيرة. الحين ما اعتقد المطر، سميه ما بالمطر انا كله مطر. شو اسمه؟ اي تايجر تمبل، تايجر تمبل. يلا دخلنا. يا جماعة والله عاد بيت بصور بصمة في شكله مبرطم. والله تيربا 8 9 10 روح ما هو السر عشان محل صغير. والله لو كراش هذا في اونلاين تجزير يا اخوان، بس لعبة تسجلون يعني انسى يصير في اونلاين، بس اتمنى يعني لو يعدونها، بس انا ما فيها امل، بس اتخيل لو فيها اونلاين والله تطلع تجزيرة ابرك من بعض الالعاب اللي الحين تنزل. والله العاب تسجلون احسن بألف مرة من وجهة نظري، يعني هذه وجهة نظر اتمنى الكل يتقبلها، يعني في ناس ما تتقبلها بس اتوقع الكل يتقبل ان العاب بلاي ستيشن 1 كافكار ولعب اقسم بالله احسن من بعض العاب 3. والله جد يا جماعه العاب الحين تحس انها ممله،
حتى صدق تصاميمها حلوة وكذي، بس تحس اللعبة تمل منها بسرعة، مو نفس ألعاب قبل. ألعاب قبل تقعد تلعب عادي، أما الحين يا أخي ما أدري شلون صاير. المهم هذول شوف وينهم، قطيت القط. قرب لهم الفوز 28 وصلت 29. فزنا فزنا. بغيت احوش النار وفزنا. اذا المرحلة خلصناها. لودينج لودينج. الكاس السادس والمرحلة الثانية خلصنا. اي شباب نسيت اقول لكم المفاتيح ما قدم هذول، نسيت اصورهم لكم لان اعتبر ان المفاتيح وهذه الدائرة ام الوان اعتبرهم اشياء جانبية من اللعبة فما صورتها. المهم الماب الثالث احلى ماب بالنسبة عندي. بالنسبة عندي شنو؟ مش 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 انا بالبدلية اسكب. بالنسبة لي احلى المابات بابو مدري شنو. بالنسبة عندي المهم شوف المنظر السري، المنظر السري الخطير ما حد يصيد. هذا هو اللفة لنا. راح تاخذ اختصر الوقت. عليك بغيت اروح ثاني مرة. ما عليه ما عليه ما عليه. شوف انقاط مقربت من الاخير. شوف شوف الخريطة الاخير قرب من عنده. هذا قدام كبير ترى ما هي مستوى. شوف قطيته قطة لفة كاملة. روح 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 زين اشوف. وهذه خلصناها اسرع وقت. حرام تاخرت لفه ثانيه. ما عليه ما عليه. ثالث مرحله خلصناها. هذا الكاس السابع 100 100. تمام يا حبيبي شكو برجر طالع كل مكان برجر. الحين مابتين دينجو كانيون مابتين وده مسمي تمساح هذاك. وين اطيق انا؟ مشيت معاي. عمي ولي 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 الثاني. عفوا. الله يجيبني. زي ما جابني والله بغي حوشني. شو اسمه هذا؟
تصيدني ابو صماخ تصيدني ها؟ لك والله ما تصيدني يلا روح فصل عندي سالفتي يا ابو صماخ يا عمي روح هدي السرعة تعلم الحظ مركز اول يطلع يسرع اول مرة الحظ كله قناب ها قناب ردين يستريح اوه نعم عادي عادي بيت بيت بغيت ادعمه هذه المرحلة الأخيرة خلصناها تمام خلصنا كل شيء الحين أبغى الزعيم أبو بيض خوش اسم أهلاً أهلاً هاي كيف تي أبو صماخ بابو 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 تشالنج تعالى اوف هنا قطني هذا تعتع هاي عليك خير مش نص ايه صدق وقط كان قطة انا علم بالكلب سريع صبرت على طول اوه انا راح اوه لا ما طقيت فره ليش علق علي يا حبيبي ما طقيت فره ما طقيت فره خلني اعيدها يا عمي عاد والله كنت رايح له ما يصير غش غش والله غش ما يصير والله كنت سابق يعني حظ حظ انا كل سابق هو كرشة انا حظ ولي 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 تعال صيدني عاد يلا يا كلب تعال صيدني حقت عليه عصيد انا حمدك قبل صيد قطني ها هاي والله الله اشوه اخر لفة قربني قربني
جبني اسطح. ايوه اوبا يا شعر. اي بس 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 تمام. اوه وقت قياسي والله، دقيقة 25 ثانية. وهذا خلصناه اخيرا اخيرا، ما بغينا نخلص. يلا بنختم نختم ابو كرشة. يعطيكم العافية يا شباب على مشاهدة الفيديو، وإذا تبون الجزء الثالث أتمنى أتمنى بس على الأقل نوصل ل 30 لايك، وأبشر إن شاء الله راح أرفع الجزء الثالث. تعرفون ما هو الثلج، راح أحط التكملة إن شاء الله. وإذا عجبك الفيديو أتمنى ضغط لايك أو نشرة مفضلة أو تويتر أو أي شيء، وتحط لي كومنت. ويعطيكم العافية يا شباب. هلا خلينا نخزن خلينا نخزن. هذا خلصنا، يلا خل نروح نخزن. ما التخزين ضيعته. ايه هني هني. يلا فهم الله.